أهلا بكم. كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة الحياة اللندنية أن اجتماعات مجلس شورى حركة حماس ستبدأ في القاهرة اليوم لانتخاب رئيس مكتبها السياسي في الدورة المقبلة. ووصل رئيس المكتب السياسي الحالي للحركة خالد مشعل إلى القاهرة على رأس وفد يضم قيادات في الحركة، بالتزامن مع وصول رئيس حركة حماس في غزة إسماعيل هنية ترافقه قيادات من الحركة للمشاركة في انتخابات رئيس جديد للمكتب السياسي. نقل الأسير المحرر حسين محمد الزغل من قرية زبوبة شمال غرب جنين إلى المستشفى مساء السبت بعد احتجازه لساعات داخل مقر جهاز المخابرات العامة في المدينة. وقال الشقيق الزغل إنه وبعد اعتقال شقيقه تم احتجازه في زنزانة داخل المقر، ما أدى إلى إصابته بارتفاع ضغط الدم واحتقان وتدهور صحته، ما استدعى الخدمات العسكرية للطلب من المخابرات نقله إلى المشفى. أعلن مؤتمر عقدته وزارة الإعلام برام الله عن فعاليات احتفال القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية بتوأمة مع العاصمة العراقية بغداد. وستكون القدس على موعد مع فعاليات شعرية وأدبية وندوات ثقافية، بالإضافة إلى مؤتمر ثقافي ووطني يشكل افتتاحاً لمؤتمرات سنوية متلاحقة. وقال وكيل وزارة الثقافة موسى أبو غربية أن الفعاليات ستنطلق من المدينة المقدسة وستتركز فيها، وأن البرنامج ترك للمؤسسات المقدسية ومثقفيها حرية اختيار الفعاليات المناسبة. توفي اليوم الأحد المعمر مصطفى عبد الله بني عودي أكبر معمر في بلدة طمون قرب طوباس عن عمر تجاوز 109 سنوات، ويكون بذلك أكبر معمر فلسطيني يعرف من مواليد 1904 إلى هذا اليوم. شدد إعلاميون ومختصون حقوقيون على أهمية تطوير إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في الإعلام الفلسطيني، وقد جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وكالة الأنباء الرسمية وفا ومركز حقوق الإنسان والديمقراطية شمس حول إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في الإعلام الفلسطيني. استهدفت تدريب 24 إعلاميا وإعلامية من مختلف المؤسسات الإعلامية الفلسطينية. أعتقد أن محاولات السلطة الانضمام إلى هذه المنظمة هي محاولة للحصول على الإيجابيات، مع قناعتنا أن السلبيات قد حصلت أصلا ولا مجال لردها، فربما يكون هناك فرصة للاستفادة من بعض الحوافز وبعض المساعدات الفنية والتقنية والمالية التي تقدمها المنظمة. انتهى الموجز. مزيد من الأخبار والتقارير المصورة تجدونها على موقع وطن الإلكتروني www.watan.tv. في أمان الله.